هلو جايز، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كي تفرجوا في هاد لا فيديو، الوغ هاد لا فيديو هادي غنشرح لكم عليها فيت في، حيت ديجا كنت مصوره وداكشي ونسيت بالله ما درتش لكم انترو. الوغ جايز، كنت جالسه مع ليا منبيا تاع لي واحد لا فيديو ديال واحد البنات كانوا دايرين بيجاما بارتي، وقلت زعما علاش ما نديرش انا صحاباتي ونصور لكم بحال هكا ونشوف بلي البيجاما بارتي خص يكون فيها بزاف البنات، وحنا البنات صحاباتي شويه قلال. قلت شنو ندير شنو ندير، درت ستوري في انستغرام بارطاجيتها مع البنات اللي عندي في انستغرام، وقلت لهم اللي انتريسي تكتب لي انا ندوز عندها البريفي نهضر معاها وندوزها للجروب في واتساب. صافي داكشي اللي كان، حطيت لا ستوري، جاوني بزاف لي دوموند صراحه، اختاريت منهم دوك اللي جاوبوني هما الاولين و دوزت معاك الواتساب. اتفقنا بعضياتنا، كنت ديجا انايا كريت لابارتمون قاديش كلشي، كان ناقصني غير البنات. صافي ودرنا البيجاما بارتي، كل وحده جابت كولور في شكل، كاين اللي اختاروا الغوز، كاين اختاروا الاحمر، كاين اختاروا البيض، كاين اللي اختاروا الموف، المهم كل واحد اشنو اختار. هذاك اللون اللي غادي يختاروا انه يلبسوا في البيجاما هما اللي غيجيبوا في الحلاوي، وداك الشيء غادي يجيو ندير لا فيديو. بيان سور انايا غادي نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا، الا بغيتو تشوفوا لا فيديو راني حطيتها بوسترين في انستغرام، دونك دخلوا انستغرام غادي تفرجوا فيه، وحطيت لكم شي لقطات في لا فيديو هنايا. فريمون جا زوين داك الشيء، ودات الليله واعره. سو جايز ما نطولش عليكم، صحت لكم لا فيديو كيفاش دايره، نخليكم على فيديو دابا ديالي. بيان سور غاديش نلبس بيجامه دابا، لبست هكا قبيه كولون، لبست مع تقاشر، وغنلبس الكروكس ديالي باش نبقى كونفي. هنايا جمعت حوايجي، درت البيجامه ديالي، تقيشراتي، درت ميك اب ديالي، وهنا شي سكين كير وداك الشيء، وهزيت غنهز معايا تا رينغ لايت باش بغينا نتصور ولا شي حاجه، وهذه كندير فيها داك الشيء ديال الكاميرا شارجور وداك الشيء. وصافي هادشي اللي كاين. دونك دابا شويه غادي دوز عندي دعاء، اختي نهبط لعندها وصافي، ملي نهبط نعاود عاوتاني ندوي معاكم. المهم دابا حنا غادي نمشيو عند البنات الاخرين، تنطلع نوريكم كل بنت، ودابا غنمشيو نجيو البنات الاخرين منهم زهارة. زهارة؟ كيف هما؟ تعرف حال زهارة؟ شو مسكينة بنت الاخرة؟ عسل ديالك عسلهم على هذه هي الاولى اللي تسلمش عليا. مرة ما عنديش كونيكسيون انايا. جايز دابا غادي ندير لكم ان تور لابارتمون كيفاش دايره، انا دابا غادي نوريكم. تصور هنا كاين الباب بحال هكا، اون فاس مع الباب كاينه واحد الجلسه هكا، راه جالسين هنا البنات بحال هكا، وغادي نوريكم البيوت ها فين كاينين. كاينه واحد الجليسه هنايا اللي ما كنظنش انه شي واحد يبغي يجلس فيها، كاينه اون فاس مع لا كويزين بحال هكا، كاين الثلاجة، عرفتش كتسمعي مزيان حيت البنات كيضحكو وداكشي. شوف كلا خص دي ست البالكون، وكاين هنا واحد البالكون صغير، هذا هو الفيو، ما فيو ما تلعبة. ملي كتخرجو من لاكويزين كاين واحد لا شومبر هنايا فيها دو لي، هنا ما كاين حتى شي حاجة، المهم بحال هكا سامبل. و عاوتاني كاين هاد لا شومبر هادي بحال هكا، نوريها ليكم بحال هكا، فيها هنايا كوليس، هنا المانطات، حنا ديجا جبنا معنا المانطات ديالنا، لكن المهم المهم هنا راه يبان ليكم المانطات مخلطين، صافي، بحال هكا يمكن مسدود، صافي جايز هادي هي لابارتمون، درت ليكم طوق بالزربة وخفيف. غادي دابا نمشي نقادو داكشي بيناتنا وداكشي، وغادي نعاود نوريكم شنو غادي ندير. انا بغيت نعرف ما كيفك الفضول. صبري قلب ليا عند امل 10 مليون. اييه لو تقيت قلبي حتى الغدا. وريتكم شي تواليت، صراحه ما فيهاش شي حاجه، تواليت وهي تواليت عاديه. وهنا دعاء،
اللي بغيت نقول لكم هو انه هاد لابارتمون هادي ماشي اللي كنا شفناه ماشي اللي كنا اختارينا، كنا اختارينا ابارتمون اخر، ولكن شي اسباب ما مشيناش ليها وخدينا الوحده اللي تحت منها. صافي كاين هاد الفازه هادي هنايا حتى لاسانسور هبطت وطلعت فيه بزاف وبلعيت. كنهبط ونطلع حيت مع هاد اللعيبه هادي وما عندش البنات وما الا ما كانتش ما يطلعوش. زهرة شتي زهرة صح؟ لا دير رانيا حل البيجامات، هادو هما الكواليس ديال داكشي زوين، الفيديوهات وداكشي هادو الكواليس ديالو. اي صنا زيد زهرة واش مانطا جديدة هادي؟ مانطا جديدة شنو درت فيها؟ احسن ما درتي، الناس كيعرفو يأورغانيزيو. صافي غادي مشينا للكارفور باش نشريو داكشي زعما اللي خصنا نقادو به البيجاما بارتي وديك التخربيق كاع اللي خصو زعما اللي غادي يقضي خصنا، وما لقيناش شي حاجه، لقينا داكشي باين وكاين شي بنات بيناتنا اللي جابوا داكشي اللي باغيين، لقينا بالله راه كلشي داكشي اللي جابوه هو اللي كاين في كارفور، دونك شنو غنعاودو ناخذو نفس الحاجه. وليت بروبوزي لنا خليفه قالت لنا نمشيو نمشيو للمرجان ناخذ داكشي بيت فيه حيت مرجان فيه بزاف ديال لي شوا، صافي داكشي اللي غادي نديرو. غايز دابا حنا كناخذو، قالوا لي البنات ما ناخذش الحلوه بزاف حيت البنات الاخرين جابوا الحلوه وقالوا لي خدي شي حاجه بحال البيمويات وغنلقاو زعما ما ناكلو. دابا كنقلب عليهم خاصة صراحة بيمويات ما كاينش بزاف داكشي في الغوص. شنو خديتي؟ شكون اللي شكون اللي حسن؟ قول لي غوص. سرقي سرقي واعر واعر وبنين. وانتو؟ هاد كنظن فالونسيا. منين لقيتي هادي؟ كاع ما شفتها. ولكن هادو راه حمر اذا بلا هادشي حمر باش كتجي الشهديه شنو هي الشهديه الشهديه في الفريق واحد كنت بغيت تاكل العام كامل لا انا بقى عندي ديك عندي جوج من بعد اش نهز اليوم اللي كنت كنبغي نحط بها يوم الاربعاء البلاطو ديالي راه هو انا توليها انا البلاطو ديالي باهي الحمد لله البلاطو ديالي انا ما عنديش بلاطو. جايز انا دابا غادي نوريكم هادشي اللي تقريبا قادينا باش ما غاديناش كلشي ونوريكم جايز غادي نبدا لكم حيت دابا نوريكمش البنات اللي معانا. معنا هاد البنت زينب هنا دعاء راه تعرفوها، كاينه زهره فاطمة الزهراء وهاد البنت خالصه تما يا رانيا، كاينه صفاء وكاينه آلاء الكيوته ديالنا هنا اليوم. وصافي قيتو يلاه سينا واحد الفيديو كنا كنديرو، دابا نحط لكم شي لقطات هنايا. صافي هذه هي الطابله ما غاديش تبقى بحال هكا بيان سور، غادي نقادو الجلسه وداكشي عاد غادي تحط داكشي، هادشي كنا كنديرو به فيديوهات. وغايز كانت معنا واحد البنت سميتها مريم ولكن اضطرت انها تمشي على بكري حيت ماما مسكينه مرضات.
هادشي. انا ما درتش ليها في شعرها. قولي لي الكود ديال الويب. اوكي تحت هذا حيت كتبت لي كون ديال ما نمشيش ديما زينب تمشي باي. تشرفت بمعرفتكم البنات. تحنا بنات تحنا تحنا وباي باي عليكم. من الفضل ما شكون غتسلم عليها عاوتاني؟ انت كتلبسي انت غادا غنمشي الدار ونرجع عام. ايوا مع الاسف الانسه زينب بغات كيتينا وهادي باغا تضربني في كوبي رايت بزاف. باي باي. انا بعدا عييت انا بعدا عييت. شوفوا هذيك ما باش نوض شتوها يا لا شوفوا شنو درنا صافي. هذا كبير بحال هكا وهاد البلاصه اللي غنزيدو فيها وحده. الو صوريني دابا نتوما كتشوفوا هنا ولا كتشوفوا هنا؟ لا صافي 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 هي كيبان حول كتباني حول. كيفاش كديري انت ملي كتباني؟ شنو الاحساس ديالك وانت معانا؟ طيط رانيا شنو الاحساس ديالك وانت معانا؟ انا ديما معكم وصافي. احساسي فرحانه. وانتيا؟ عبري قول. شنو الاحساس ديالك وانت معانا؟ لقيت واحد البنات ظريفين زوينين و كملي وغزالين ديش على هادي مرفع على القلم يلا جبنا نستمتعوا. شنو الاحساس ديالك صاحبتي انتي معانا؟ بليت واحد الدقيقه هضري. كيفاش كيكون الاحساس ديالو انا ديما معاكم؟ زهره مثلي انا ما عنديش احساس عندها دوني صراحه اليوم شنو نقول انا قولي شنو نقول نقول الاحساس ديالي انا فرحانه و والحناش اليوم عندهم الزرده وفيا الجوع. سولوني انا نسولك شنو حط الطب كيطلع لي ما كتعجبنيش الروينه ما كيعجبنيش الناس اللي ما تيكونوش اورغانيزي وداكشي كلشي مقاد هادو ما فيهمش مدوش ليا انا ما مرويناش هذا كل حسب ليا البيجه صغيره كانت غتكون زعما راه جبت خاوله اختي خاوله سيدي لينا حيت جات في اخر لحظه خاوله باش تعرفي انه حنا ما كناش دايرين مع البنت خرجت لينا دخلنا في الباب وقلنا لا المهم خاوله ما تقلقيش نعاود شي حاجه بحال هكا ونكون مع اخواتاتي. مرحبا بكم معنا المره الجايه اللي بغيتو معنا تعجبكم الحال يعني دابا تعجبك الحال نقولها بحال بحال عبد الله الحامضة الله المهم هذه هي البلاصه هذه المره غنكريو شي فيلا الا كانوا معنا بزاف ديال الناس شنو غناكلو انا قتلاتني هذه بالماكله خلاص ملي جات فيا لا لا ما غاديش الطواليت فيسبوك ما جانيش النعاس طلع ليا فيديو عجبني دخلت نتفرج في انستغرام في يوتيوب من يوتيوب دخلت فولويت في انستغرام خليت اعلم جايز شنو نقول لكم انا عند عاف حتى دابا كل وحدين ديري لايف قنت او دابا انا جالسه بغينا نكومونديو ولا كاينين قال لك غادي نكومونديو من ماكدو واخا انا ما فيا ليا ياكل ماكدو صافي دابا حنا جالسين غادي شويه غادي كنصينو غير فتا من الزهره تجي حيت مشات عند دارهم بعثت لها ماما كنصينو هاد الجي ملي غادي تجي غادي نبداو نلعبو شي لعيبات قادينهم وصافي وشويه ملي غادي نجو نكومونديو من ماكدو واسكتو نكومونديو ماكدو حيت مبغيناش نكومونديو على بكري
ماكدو تبقى حالة واخا دابا راه كما كتشوفوا على 10 و كتبقى حتى 12 وأجبانو كل ما بقيتيني البنات حنا مجموعين هذا ملي مشيت دير لي لايف قتلوني 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 بركة من اللايفات انتم انتم تبانوا في يوتيوب يلا قولوا هاي قولوا هاي هذا جروب غير ديال شكرا الاقبال غير جروب ديال غير ديال البنات معنا واحد السيده خالصه عندها لي فان بدات تسمعوا قصه خالصه حردوها باش ما يعرفوش ها هو اللايف الاخر هذا فيه البنات والدراري ماشي غير البنات انا هادشي اللي فيه هذه انا ما عنديش مع داكشي شنو اللي وقيله كدير الفوله اقامة دار الباشا بلوك بي هذيك راه لداخل وقولي واش هذا بلوك بي ولا بلوك بي كاتخيام ايطاج كاتخيام ايطاج علاه كيطلع شحال نيمو د لابارتمون قولي لي انا 36 36 شكرا تم الزهرة نوض لبسي بيجامتك المهم راه جاو البنات يجيبوا لنا ساندويشات حيت بلاصه اللي بغينا ناخذوا منها الماكله بلاصه اللي بغينا ناخذوا منها الماكله ما كيليفريوش والبنات هادو خداو من ماكدو خداو من ماكدو هما انت ماغاش ماكدو يلا كوموندي يلا باش جيتي هانتي هذا من وراء الكواليس هادشي باقي مونطي ما والو التنسورة معاه في الدار المهم تنمونطي ليكم لا فيديو ونحطها غادي تشوفوها كيفاش داير خويا تحل الحمض والله ما بقيت باغا شي حاجة تحل واش باقي ما ايوا تقاشر جميلين اوي لا تقاشر هادي شوفي هادي حشومه عليك وشوف حيت هادو رقاق كنت باغا نلبس هادوك غلط بالليل ما عرفتش انه الا لا ما كيفاش تبقاش واش نفهم انا علاش طايره ديال الحوايج ملي يدخ شوف قتلني وشوف في ضوء وجهك هذا لسانه هاد بيجاما بارتي ما فيها لا مزيكا لا شي حاجه اخر حاجه غادي نديرو مزيكا باش يجيو لنا الجيران يخرجونا زعما غير بركه غير الغوات ديالنا شي زعما مزيكا صغيره وداكشي ماشي صغيره زعما هاديه اكينين اشو هذيك راه كاين واحد اللعيبه تمايا هادي اللي هي بديك الطويبله واعر على حسابي جيبها ديك اللعيبه والله انا هذيك تعلم راه بيمو هو هذا والله هي احسن بيمو جيبي جيبي هذيك هذيك كنطلب وكنرغب باش نتحرك ليه من تما بقات كنقول فيا جوج كيجيب ايوه انا مريضه بقيت نجوع ما نعرف معاهم جا قلت لكم واش تحبي بغيتي تيرا جوها ناري انا فيا الخلعه علاش حيت لا حيت انا اللي زعما انا اللي قلت لهم خذوا داك الشيء ولكن زوين ديال اوه دق انت الاولى بعدا ردي عليا قولي شحال عرفت داك لاغياك فيهم يلا سير بنين بنين عرفته المهم هو كشكلا كيبان معين كيبان زوين كملي وكملي دواء مالكي واش تعرف البنات كنحس فيهم الموت لا مدي شارجي قال لها ماشي
قال لها حنا تي ما بقاوش صحاب. ديري ليا في حداك من غير حطيه في الشارجر باش يشد. والله يتاقى ما غايشدش. شوفي تاقى فيا.